حقق التضامن فوزا مهما على ضيفه السلمية بهدف وحيد، وذلك في ختام منافسات الجولة العاشرة لدوري زين الممتاز لكرة القدم. أبناء الفروانية كانوا ندا قويا للسلمية وتبادلوا الهجمات الخطرة حتى تمكن يوسف العنيزان من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، وبفوزه رفع التضامن الرصيد ل 12 نقطة متقدما للمركز السادس، فيما ظل السلمية في المركز الرابع ب 13 نقطة. إذا التضامن من أول الفرص الخطيرة في هذه المباراة، قلنا بأن توني أميارو مزعج تماما، خطير جدا، واحد من نجوم القسم الأول يثبت ذلك بكرة عرضية متقنة. ويوسف عنيزان الخبرة الكبيرة والعطاء الكبير والسنوات الطويلة مع التضامن يترجمها برأسية جميلة جدا على يسار حارس المرمى أحمد عادي، وصلها أحمد عادي، ولكن قوة الكرة دقة الكرة ما سمحت لحارس المرمى في إنقاذ الموقف، وبالتالي الهدف الأول في هذه المباراة في الدقيقة 24 من